من أغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها في الفضاء جسم غريب بيخرج من رحم اصطدام نجمين مع بعضهم في مشهد كوني عظيم. ايه ماهية الجسم الجديد ده؟ هل هو كوكب غازي زي كوكب المشتري؟ هل هو نجم قزم بني نشأ نتيجة اصطدام نجم عملاق احمر مع نجم قزم ابيض؟ ايه اصلا الفرق بين النجوم المتنوعة دي؟ وهل النجوم اللي بنشوفها في السماء دي انواع مختلفة؟ ولا كلها زي شمسنا؟ والأغرب من ده كله، هل ممكن تستمر الحياة بعد ما تموت الشمس زي ما بيقترح بحث جديد إن ممكن حياة تنشأ من جديد على الأرض بعد نهاية الشمس وموتها؟ طب إزاي ده يحصل؟ اخبط اللايك الجميل وتابع معانا شوية حاجات حصلت في كوكبة التنين الشمالية على بعد 80 سنة ضوئية من كوكبنا الأرض. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن اغرب الاجرام الفلكيه الصغيره اللي تم اكتشافها من كام سنه وصنعت شويه الغاز محيره وعجيبه لاول مره نشوفها في علم الفلك. تفاعلات عجيبه بين انواع مختلفه من الاجرام الكونيه ديت، نجوم زي شمسنا ونجوم من فئه الاقزام البيضاء ونجوم من فئه الاقزام الحمراء وكواكب عجيبه غريبه. من كام سنة كده تم اكتشاف الكوكب اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي، كوكب بحجم كوكب المشتري هنا عندنا في مجموعتنا الشمسية. بيعتقد العلماء انه بيدور حوالين نجمه مرة كل 34 ساعة، يعني تقريبا في يوم ونص من ايام الارض، وبكده يكون اسرع 60 مرة من دوران كوكب عطارد حوالين شمسنا. الكوكب موجود في نظام نجمي بيبعد عننا 80 سنة ضوئية في كوكبة التنين الشمالية. النجم اللي بيعتقد انه بيدور حوالي الكوكب هو نجم من انواع الاقزام البيضاء بعرض حوالي 18000 كيلومتر، لكن عمره بيتجاوز 10 مليار سنة، موجود في نظام نجمي ثلاثي من 3 نجوم. طوال السنين اللي فاتت اللي اكتشفنا فيهم اكتر من 5000 كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، كل الكواكب او اغلبها كانوا بيدوروا حوالين نجوم من فئة الاقزام الحمراء، ودي نوع من النجوم النشطة جدا واللي بتطلع اشعاعات كبيرة رغم انها اصغر من الشمس. قلة قليلة جدا من الكواكب كانت بتدور حوالين نجوم زي شمسنا، لكن النهاردة احنا بنتكلم عن اول كوكب نرصده ويكون بيدور حوالين نجم قزم ابيض. ممكن تسألني وتقول لي يعني ايه النجم القزم الابيض؟ هقول لك يا سيدي، النجم القزم الابيض ده جثة كونية شديدة الكثافة. ازاي بتتكون بقى؟ قالك بتكون مرحلة من مراحل حياة نجم، ممكن نقول موت نجم علشان يبقى كلامنا دقيق شوية. وعلى فكرة نجوم تشبه شمسنا بالضبط هي اللي تحولت لقزم ابيض، والشمس هتكون في مرحلة متأخرة من حياتها نجم قزم ابيض خلال كام مليار سنة. لما بينفد وقود الهيدروجين من نجوم زي شمسنا بتنتفخ النجوم دي وتتحول لعمالقة حمراء. بكده النجم العادي زي الشمس بيوصل لمرحلة نجم عملاق احمر زي بيتلجوس او منكب الجوزاء، وده نجم من المع 10 نجوم في السماء وهينفجر قريب ويتحول لقزم ابيض. هينتفخ النجم ويتمدد ويوصل لمسافات ابعد مما كان عليه، وبيوصل حجمه مئات او الاف المرات ضعف الحجم الاصلي بتاعه في الفتره الحاليه، وبيفقد النجم تقريبا 80% من كتلته. على سبيل المثال الشمس لما تنتفخ في نهايه حياتها هتتمدد كده في الفضاء وتوصل لحد كوكب الزهره وابعد، بل ممكن توصل لحد كوكب الارض وتبتلعه. العمالقه الحمراء دول بعد مرحله معينه من التمدد بينهاروا في النهايه وبيتحول لب النجم الساخن المتبقي لاقزام بيضاء، نجوم صغيره جدا كثيفه جدا حجمها قد حجم تقريبا كوكب الارض. انت متخيل نجم كان زي شمسنا في الحجم انتفخ وكبر لغايه ما ابتلع كوكبنا وكوكب عطارد والزهرة، يقوم ايه بعد ما انتفخ وتمدد بالصورة دي؟ يتكربس على بعضه تاني وتتجمع المواد المتبقية منه في حجم صغير كحجم كوكب الارض علشان يتحول لقزم ابيض. جثة نجم مات وشبع موت، لكن ايه حكاية الكوكب ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة؟ احنا عارفين يا جماعة ان الكواكب دايما بتكون اصغر بكتير من نجومها. تخيل بقى كوكبنا النهاردة ده اكبر من نجمه، ومش اكبر بفرق صغير انما اكبر بكتير من نجمه، وكأن الكوكب هو المشتري والنجم هو كوكب الارض، اكبر 7 مرات من نجمه، فارق ضخم جدا ومذهل. من الواضح كده ان احنا عندنا نجم قزم ابيض في نظام ثلاثي من نجمين قزمين احمرين تانيين. واصبر عليها شويه كده هكلمك عن الاقزام الحمراء باختصار بس بعد شويه. لكن النجم القزم الابيض اللي يهمنا النهارده هو نوع غريب من الفئه دي، عرف العلماء انه من ابرد الاقزام البيضاء اللي اكتشفناها. الاقزام البيضاء يا صديقي نجوم ساخره جدا
احنا لسه قايلين هي لب النجم اللي زي شمسنا اللي فضل من الانتفاخ الكبير وتدمير الطبقات الخارجيه للنجم. النجم القزم الابيض من اطيافه بقى بان انه لا تتخطى درجه حرارته 440 درجه مئويه، وكتلته كثيفه جدا قد كتله الشمس تقريبا نص مره. في سبتمبر 2022 تم اكتشاف كوكب غريب من واحد اسمه فاندربيرغ ومجموعه من زمايله في جامعه ويسكونسن ماديسون، ومن خلال القمر الصناعي صائد الكواكب الخارجيه تيس التابع لناسا. تيس بيراقب مساحات كبيره من السماء بيسميها العلماء قطاعات، بيراقب كل قطاع او حته من السماء لمده شهر تقريبا. الفتره الطويله دي من الرصد بتخلي القمر الصناعي ده عنده قدره كبيره جدا انه يكتشف كواكب خارجيه جديده. بحثوا عن عوالم غريبه من خلال انهم بيلاحظوا انخفاضات السطوع بتاعه النجم لما بيمر الكوكب من قدامه، ولقيوا الكوكب بطل قصتنا النهارده. بعدين بداوا يدرسوا كده نظام النجم ده من خلال الاشعه تحت الحمراء بتلسكوب تاني مهم قبل ايام قليله من وقف مهام هذا التلسكوب، يعني ده كان اخر رصد ليه. التلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا برضه، بيانات تلسكوب سبيتزر قالت ان الكوكب دوت مش بيصدر اي وهج في نطاق الاشعه تحت الحمراء، بالتالي مش نجم. اصل هما كانوا شاكين في الجسم ده، هل هو نجم بيشع ضوء وحراره ولا كوكب بيعكس الاشعه بتاعت النجم بتاعته. وعرفنا كمان من القياسات انه كتلته منخفضه، عالم من الضباب والغمام. اكتشف العلماء في مراقبتهم للكوكب الجديد وللنظام النجم كله برميته على ان الكوكب العملاق ده بيدور حوالين قزم ابيض، بس دي كارثة لوحدها. القزم الابيض ده هيدمر ويفتت الكوكب من قوة جاذبيته الشديدة. ازاي الكوكب ده قاعد في الحتة دي وعلى مسافة قريبة جدا من النجم بتاعه، تقريبا 2% من نفس المسافة بتاعت المسافة اللي هي ما بين الارض والشمس. بيقول فاندربيرغ ان عملية تكوين القزم الابيض بتدمر الكواكب القريبة منه، اي حاجة تقرب بتتمزق من الجاذبية. بالتالي العلماء افترضوا افتراض ان اكيد الكوكب WD1856B ما تشكلش في مكانه الحالي اللي تم رصده فيه، وإلا كان اتمزق من القزم الأبيض زي ما قلنا. الحسابات اللي عملها العلماء بتقول إن النجم نشأ في الماضي في موقع بعيد عن نجمه يجي 50 مرة من الموقع الحالي. طبعا عرفنا خلال السنين اللي فاتت من دراسة النجوم القزم البيضاء إن الأجسام الصغيرة زي الكويكبات والمذنبات بتسافر بقوة الجاذبية ناحية القزم الأبيض، وأثناء سفرها بتتفكك من خلال الجاذبية وبتتلاشى. جاذبية النجم بتفتتها وتبخرها كده في السماء. كمان الكواكب برضو بتمر بنفس المصير، وفي النهاية وبعد فترة أطول شوية بتتدمر بالقرب من النجم. إنما كوكب يسافر ويوصل لأقرب نقطة للنجم ويفضل سليم، ده شيء محير الصراحة. كمان في لغز تاني، إيه اللي خلى كوكب بعيد عن النجم يوصل للنجم بالطريقة دي؟ هل الجاذبية لوحدها بتاعت النجم هي اللي جذبته، ولا في مفاجأة تانية؟ طبعا طبقا للقياسات والدراسات اللي اتعملت، في قوة خفية تانية هي اللي دفعت الكوكب انه يقرب اكتر من النجم، والقوة دي اكيد جاية من النجمين التانيين في النظام. النجمين دول اثروا بجاذبيتهم على الكوكب ودفعوه انه يقرب اكتر من نجمه القزم الابيض. او ممكن كمان يكون في نجم مارق في المنطقة، نجم كده سارح في السماء وماشي ومعدي قريب من النظام النجمي ده، جاذبيته اثرت على الكوكب ودفعته ناحية القزم الابيض. علماء تانيين افترضوا افتراضية تانية خالص، قالوا ان ممكن كواكب تانية تكون في النظام النجمي ما قدرناش نرصدها لحد دلوقتي، ممكن تكون سبب دفع الكوكب اللي بحجم كوكب المشتري ده للاقتراب اكتر من نجمه القزم الابيض. تأثير الجاذبية بيسمح بسهولة لحالة عدم الاستقرار اللي ممكن تحتاجها عشان تدفع كوكب نحو نجمه. وبالرغم من انها فرضية وان كمان ما حصلش اي رصد لكواكب تانية لحد النهاردة، لكن ده ما يمنعش انها تكون احد الحلول. المفاجأة الاكبر جت من خلال الدراسة اللي صدرت من ايام قليلة علشان تحل اللغز دوت واللي حاسبها لك في صندوق الوصف. احنا عملنا الفيديو اصلا مخصوص عشان الدراسة ديت. لما اكتشف علماء من معهد روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك دليل على وجود كوكب بعيد بيتشكل داخل نجم بيحتضر. ايه ده؟ الكوكب نشأ جوه النجم، ما جاش من بعيد زي ما بتقول الفرضية بتاعت سنة 2020؟ قالك اه، في شوية دلائل كده حددت ان الكوكب اتشكل جوه النجم اللي بيموت. دي حكاية عجيبة والله، ازاي تم ده؟
تعالوا نشوف مع بعض. الفريق قال ان النجم الكبير تمزق بسبب النجم الصغير اللي هو القزم الابيض، اصل كان هناك في نجمين، وان الكوكب اتشكل من بقايا النجم المفكك. بل والعلماء اللي عملوا البحث قالوا ان الكواكب الحديثه المتكونه من النجوم الميته المحتضره ديت واللي بتدور حوالين اقزام بيضاء هي انسب مكان في الكون تنشا عليه حياه، وهنعرف ده بعد شويه. انت متخيل ده؟ انا عارف انك هتقول لي فزوره دي يا استاذ محمد. طيب لو فزورة تعالى نحلها ونشوف الفريق ده عمل ايه. جيسون نوردهاوس وده عضو الفريق البحثي للدراسة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، قال ان ما توقعش ابدا انهم يكتشفوا كوكب جديد بيتشكل من جوه نجم بيموت. طبعا السؤال الذكي اللي بتسأله في مخك دلوقتي يا صديقي واحييك عليه، ازاي الكواكب اصلا بتتشكل؟ باختصار كده عشان يعني يبقى الموضوع مش طويل، بيتشكل الكوكب من خلال قرص كبير من الغبار والمواد حوالين النجم الشاب الجديد الوليد. وعلى فكرة هو نفس القرص اللي بيشكل النجم الجديد، بس بقايا القرص ده بتشكل منه الكواكب والأجرام التانية زي المذنبات والكويكبات. لكن الشيء المحير ان العملية الطبيعية دي بتتم وتخلق لينا كوكب جديد بيدور حوالين قزم ابيض متطرف في جاذبيته طارد لأي كوكب بيدور حواليه. كتير يا جماعة من النجوم الاقزام البيضاء بتنشأ في انظمة نجمية ثنائية، يعني نجمين ويقعدوا يدوروا حوالين بعض. القزم الابيض بيدور حوالين نجم تاني اضخم واكبر. الفريق البحثي افترض ان النجم التاني الثانوي دوت في مرحلة موته، بيشكل من الغبار والأغلفة الخارجية للنجم اللي بيموت بيشكل كوكب جديد، كوكب بحجم كوكب المشتري عندنا هنا في مجموعتنا الشمسية. النماذج اللي عملوها قالت لهم ان النجم اللي بيموت لو كان قد الشمس في الحجم القزم الأبيض هيقرب من النجم ده، لدرجة ان مدار القزم الأبيض هيمر داخل الطبقات الخارجية للنجم المحتضر اللي انتفخ وضعف حجمه عشرات المرات. يعني النجم القزم الأبيض وهو بيدور يقوم داخل في جسم النجم المنتفخ الكبير اللي بيموت، وأثناء دوران القزم الأبيض داخل النجم المحتضر بيستهلك البلازما بتاعت النجم ده تدريجيا، بالتالي بيتم عمل قرص كمان جديد حوالين القزم الأبيض من كثرة المواد اللي بيجمعها في طريقه. بالتالي القزم الأبيض مع قرص التراكم الخاص به ممكن يفجروا الطبقات الخارجية للنجم الكبير اللي بيموت ويتشكل الكوكب الجديد في هذه العملية. ده أول اكتشاف لكوكب بيدور حوالين قزم أبيض اكتشفناه من 5 سنين. بالرغم من كده علشان نثبت ونؤكد ان الكوكب اتشكل من قرص التراكم الخاص بالنجم المحتضر هيكون في منتهى الصعوبة بالأدوات الحالية للرصد اللي بنمتلكها بما فيهم تلسكوب جيمس ويب. طبعا الرصد الخاص بجيمس ويب هيبين شوية حاجات في الغلاف الجوي للكوكب، بس مش هيعرفنا بالتحديد هل نشأ الكوكب ده بالفعل من قرص التراكم الخاص بالنجم المحتضر الكبير ولا من قرص التراكم الخاص بالنجم القزم الأبيض. يا جماعة الكواكب اللي بتدور حوالين الأقزام البيضاء ليها أهمية خاصة جدا، لأن النجوم القزم البيضاء باردة نسبيا. هتقول إزاي باردة وهي لب نجم مات وهو ساخن بل شديد السخونة والحرارة؟ هقولك إن النجوم القديمة منهم واللي بتعيش مليارات السنين بتبرد كتير عما كانت عليه في بداية مرحلة القزم الأبيض. طب ده معناته إيه يا أستاذ محمد؟ ده معناه حتى لو كان الكوكب قريب من نجمه هيكون في المنطقة الصالحة للحياة، المنطقة المعتدلة اللي المياه فيها مش هتكون في حالة غازية متبخرة بفعل الحرارة الشديدة ولا في الحالة الصلبة المتجمدة بفعل البرودة الشديدة، إنما هتكون في الحالة السائلة بفضل الجو المعتدل. طيب هتقولي يا أستاذ محمد الكوكب ده كوكب عملاق غازي مستحيل تكون عليه حياة. بصراحة أنت عاجبني في أسئلتك اللي بتنم عن معرفة فلكية لواحد محب للعلم وشغوف بالمعرفة. هقولك إن فعلا عندك حق وكلامك كمان منطقي، لكن العلماء بيعتقدوا إن ممكن تكون في حياة على أقمار بتدور حوالين الكوكب ده وتكون أقمار صخرية، ده لو تم اكتشاف طبعا أقمار. أنا أعتقد إن ده أمر عشان نكتشف هذه الأقمار هياخد سنين مع تلسكوبات خاصة بالجيل الجديد مش تلسكوباتنا الحالية. الأقزام البيضاء نجوم مستقرة وهادئة
ونشاطها اخف بكتير من الاقزام الحمراء النشطه جدا واللي اشعاعاتها بتبهدل اي كوكب قريب وبتنزع منه الغلاف الجوي بتاعه. الغلاف الجوي ده امر مهم جدا لاي كوكب عشان يكون فيه حياه، زي غلافنا الجوي الخاص بكوكب الارض، درع الارض الواقي وسقف محفوظ بيمنع عنا مخاطر جايه من السماء. علشان كده البحث عن كواكب بتدور حوالين اقزام بيضاء هو الانسب للبحث عن كوكب يدعم حياه ما على سطحه. هيتم فحص الكوكب WD1856B من خلال جيمس ويب ودراسه كمان اطياف. جيمس ويب جبار، في خلال 5 مرات يمر فيها الكوكب كده قدام النجم هيقدر ياخد بيانات مهمه عن اطياف الغلاف الجوي للكوكب، يعني رصده كده هيستمر لمده 2 بس ويخلص. طبعا انا عارف ان واحد هيقول لي يا استاذ محمد ازاي حياه على كوكب يتبع نجم قزم ابيض ممكن تنتهي حياته، لانه اصلا النجم القزم الابيض في نهايه الحياه. هقول لك يا سيدي ما تقسهاش كده، الفتره القليله اللي هيعيشها النجم دي تقريبا ملايين السنين، يعني ممكن تنشا عليها الاف الحيوات مش حياه واحده. كمان الاخ انور عبد الله اللي كاتب التعليق على موضوع شكل الحياه زي ما حضرتك شايف تعليق وعنده حق. ليه دايما نفترض ان اشكال الحياه في عوالم بعيده وغريبه لازم تكون زي شكل الحياه هنا على الارض؟ ممكن تكون اشكال تانية وعوالم تانية ممكن يكون ليها القدرة على انها تعيش في البيئات الصعبة ديت، وممكن كمان تعيش في ابعاد اكبر من الابعاد اللي احنا بنعيش فيها. كل شيء من ده وارد جدا. البحث عن كواكب بتدور حوالين نجوم من الاقزام البيضاء واللي الشمس في يوم من الايام هتكون قزم ابيض، ده بيمثل طفرة كبيرة. كوكب نجا من حرق العملاق الأحمر وابتلاعه قبل ما يتحول العملاق الأحمر ده في النهاية لقزم أبيض، ويبقى كده في أمل أن ممكن يكون هناك كوكب زي كوكب الأرض، ممكن يظل كوكب بيدور حوالين نجم قزم أبيض بعد ما تتدمر عليه الحياة، وممكن يكون عليه في المستقبل دورة حياة جديدة. أي كوكب صخري هنكتشفه في المستقبل بيدور حوالين نجوم من نوع الأقزام البيضاء هيكون احتمالية وجود حياة عليه كبيرة وواعدة. وفعلا ده بيخلينا نسأل أسئلة محورية ومهمة، ماذا لو لم يكن موت نجم هو النهاية للحياة على كوكب من الكواكب؟ هل فعلا الحياة ممكن تستمر حتى بعد موت شمسنا وتحولها لقزم أبيض؟ وهتكون فكرة غريبة جدا إننا نكتشف كوكب عليه احتمالية حياة بيدور حوالين نجم ميت. وان اكتشاف علامات الحياه في المستقبل على كوكب زي ده مش بس هيظهر لنا تماسك الحياه المذهل في الكون، بل ممكن يدينا لمحه عن مستقبلنا بعد موت الشمس واللي ممكن يدمر الحياه على كوكبنا لفتره، لكن ممكن تنشا حياه اخرى على الارض بعد كده اللي بتستمد الطاقه والحراره اللازمه للحياه من نجمها الجديد القزم الابيض. وسبحان عز من قائل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش دعمنا بالضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا مستمرين، ولو حابب تدعم فريق القناة فزرار القلب موجود أسفل الفيديو وأكيد هنقول لك شكرا. اشترك في القناة وتابع الفيديوهات الجميلة اللي فاتت وفعل زر الجرس وتابع معنا الفيديوهات الشيقة اللي جاية، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد سلام سليم، سلام عليكم.